بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم. على ضوء هذه الآية المباركة نتكلم عن شرائط الدعاء وأنتم في ضيافه من ببركتهم يستجاب الدعاء ان شاء الله ونمهد امورا الامر الاول الاجابه قطعيه لا شك في ان الدعاء مستجاب هذا امر لا شك ولا شبهه حوله والله عز وجل في القران الكريم اشار بالتصريح والتلويح والاشاره الى ان استجابه الدعاء قطعيه. اما بالتصريح، هذه الايه التي تلوتها على مسامعكم: اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع، هذا تصريح في ايه اخرى وقال ربكم ادعوني استجب لكم هذا تصريح في دعاء الافتتاح الحمد لله الذي يجيبني حين اناديه فلا شك ولا شبه تصريحا وفي بعض الاحيان وفي بعض الايات التلويح بالاجابه يقول عز من قائل ادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين هنا جمله اسميه ان رحمه الله قريب من المحسنين والجمله الاسميه تدل على الثبات والدوام يعني دائما من يدعو رحمه الله تشمله الايات السابقه كانت جمله فعليه اجيب دعوه الداء والجمله الفعليه تدل على الحدوث والتجدد ايضا يعني دائما هناك الرحمه الالهيه والاجابه في كل دعاء هناك اجابه ولكل دعاء اجابه في هذه الايه الاخرى إن رحمة الله قريب من المحسنين، الرحمة هي دائما موجودة للداعي وثابتة للداعي، شنو معنى رحمة الله موجودة للداعي؟ هذا تلميح إلى الإجابة، يعني الله عندما تسأله تشملك الرحمة الإلهية، يعني يجيب دعائك. وثالثة بالإشارة، يعني في بعض الآيات ماكو تصريح أو تلميح للإجابة. ولكن هناك بدلاله الاشاره دلالة الاشاره كما يذكره العلماء هناك ثلاث دلالات دلاله الاقتضاء ودلاله التنبيه ودلاله الاشاره، شنو دلاله الاشاره؟ هناك دليلان لا يتوقف صحه الكلام ومراد المتكلم على الدليل الاخر او على هذه الدلاله وانما بالجمع بين الادله يصل الإنسان إلى النتيجة شنو مثال المعروف أقصر مدة الحمل ستة أشهر جمعا بين آيتين وحمله وفصاله ثلاثون شهرا والآية الأخرى والوالدات يرضعن أولادهم حولين كاملين يعني أربعة وعشرين شهر هذا الرضاع فترة الرضاع ستة أشهر إلى ثلاثين شهرا هي فترة الحامل أقصر فترة الحامل هذه دلالة الإشارة يعني تجمع بين أدلة مختلفة الله عز وجل في القرآن أيضا بدلالة الإشارة يذكر لك أن الإجابة قطعية أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين هنا ماكو إشارة الى الاجابه ولكن بالرجوع الى ادله اخرى نجمعها مع هذه الايه نرى ان الاجابه قطعيه الدليل الاول دليل عقلي الحكيم لا يصدر عنه اللغو اذا شخص حكيم الحكيم يعني من يضع الامور في مواضعها ما يصدر عنه اللغو انا اجي اقول لك اذا ابتليت بمشكله مر علي شنو معنى مر علي يعني انا احل مشكلتك او اسعى في حل مشكلتك مو انه تمر علي وانا لا اجيبك من الحكيم اللغو ما يصدر الله عز وجل يشوقكم بالدعاء ومن ثم لا يجيب هذا لغو واللغو لا يصدر من من الله عز وجل هذا اولا ثانيا دليل اخر هذا دليل عقلي عقلائي عرفي ان الانقياد مطلوب هناك مفهومان في الاصول العلماء يتطرقون الى هذين المفهومين الانقياد والتجري التجري يعني واحد عنده خبث في سريرته رجل متجري على مولاه هذا يستحق العقاب المنقاد يعني رجل حسن في سريرته يريد ان يمتثل امر المولى هذا عقلا وعرفا وعقلائيا وشرعا له ثواب اذا واحد المولى قال لعبده اقتل عدوي العبد شال السيف وراح وتحرى حتى هذا يكون عدو المولى وقتله بعد ذلك ظهر انه صديق المولى مثلا هذا العبد يلام ام لا يلام هو امتثل امر المولى ولكنه اخطا مو بتقصير منه هذا رجل حسن السريره رجل طيب اراد هذا الرجل الطيب وان اخطا يعطى له الثواب فالله عز وجل عندما يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انت لما تدعو الله تطلب من الله حوائجك أنت منقاد لله، إن أنت امتثلت أمر الله بالدعاء. لك الثواب. وهو هذا الثواب نوع إجابة. إحنا في البدء قلنا الإجابة حتمية، ماكو دعاء يرد. كل دعاء لله فالإجابة حتمية، طبعاً الإجابة تختلف. لهذه تحتاج إلى كلام مفصل. تارة الإجابة عاجلاً بإعطاء سؤلك. تارة ماكو مصلحة لإجابة آجلا بعد فترة وتارة ثالثة الله يؤخر الإجابة إلى الآخرة يجيب ولكن ماكو مصلحة في الدنيا فتؤخر الإجابة إلى يوم القيامة وفي صورة أخرى الإجابة تكون بدفعل كما في بعض الروايات بدفع النقم والمشكلات والامراض والبلايا في الدنيا يعني تطلب من الله ما عندك بيت تطلب من الله ارزقني بيتا واسعا هذا الدعاء ما تحصل بيت ولكن الله ببركه هذا الدعاء يجيبك في دفع بعض انواع البلاء عندك سياره تمر لولا ذلك الدعاء لاصطدمت بك ولكن ببركه ذلك الدعاء انه طلبت من الله بيت الله ينجيك من اصطدام هذه السيارة فإذا الإجابة قطعية ولكن نوع الإجابة تختلف مو على هواي الإجابة تكون وهناك أيضا الدليل الشرعي اللي عندما نجمعه مع الآية أدعوا ربكم تضرعا وخفية بدلالة الإشارة نصل إلى أن الدلالة قطعية أن الإجابة قطعية ما هو ما ورد عن المعصوم صلى الله عليه عليه افضل الصلاه وازكى السلام ان الدعاء مخ العباده. يعني اصل العباده الدعاء، شنو معنى الدعاء؟ الدعاء يعني رفع يد الحاجه والذل والمسكنه الى الغني المطلق والقوي المطلق. هذا العباده. الدعاء مخ العباده، اصل العباده ان ترى نفسك محتاجا فقيرا مسكينا الى الله عز وجل. من يدعو الله قطعا له ثواب، من يعبد الله العباده لها ثواب. فإذن ادعوا ربكم تضرعا وخفيه عباده وللعباده ثواب ودرجه ومنزله. اذا هذه المقدمه الاولى. استجابه الدعاء قطعيه. لا يقع في نفس الانسان انه انا ايش قد دعيت والله ما اجاب مثلا، يمكن بطرق اخرى اجاب لك. هذا الموضوع الاول المقدمه الاولى، المقدمه الثانيه في هذه الايه المباركه يجيب دعوه الداع اذا دعان. جمله شرطيه اذا دعان يجيب دعوه الداع اذا جاء زيد فاكرمه. جملة شرطية. هنا الجملة الشرطية لا مفهوم لها. الجمل الشرطية على نحوين، بعضها مسوقة لبيان الموضوع. اقول إن جاءك ولد إن رزقت ولدا فاختنه. إن لم ترزق ولد، هذا ما له مفهوم هذه الجملة. إن حصلت على مال فخمسه إن لم تحصل فلا تخمسه هذا لغو ما له معنى هذه الجملة لا مفهوم لها أيضا هذه الآية من هذا القبيل يعني هذا الشرط شرط توضيحي يجيب دعوة الداع أما من لم يدعو إذا دعان طبعا من لم يدعو فلا يجاب لأنه ماكو إذا دعان فهذا الشرط اذا دعان شرط توضيحي يعني الداعي يستجاب له اما غير الداعي فلا يستجاب لانه ذكرنا سابقا الاجابه بمعنى التاثير يعني اثر كلامه فيك وانت قبلت هذا الامر نتيجه الاجابه يعني ان تعطي سؤله هذا ما سائل شيء فلا تعطي سؤله المقدمة الثالثة فيما نحن فيه لقضاء الحوائج هناك شرطان شرط لاصل قضاء الحوائج وشرط لتمام وكمال قضاء الحوائج بعض الشروط شروط تكميلية يعني تمام قضاء الحوائج سرعة قضاء الحوائج متوقفة على هذه الشروط مثلا في الروايات المتعددة أن تدعو لأربعين مؤمن قبل حاجتك هذا لتمام القضاء ولسرعة الإجابة أن تذكر ذنوبك وتستغفر منها قبل الدعاء يا رب فعلت كذا وأنا أستغفرك من هذا الفعل يصدر الخطأ من الإنسان والذنب فواحد لمن يستغفر الله عز وجل عن هذا الخطأ والذنب، بعد ذلك يدعو بما يحتاج من أمور الدنيا والأخرة، الله يجيب أن تذكر نعم الله عليك الحمد لله. وحداء من المشكلة في عموم البشر أنهم يطمحون المزيد ولا يرون ما لهم من الخير والبركة. أنت عندك حاجة أن ترزق بكذا، ولكن و... تلح على هذه الحاجه وبعد ذلك والعياذ بالله تزعل على رب العالمين او البعض غير المتدين يكفر والعياذ بالله ليش الله ما اعطاني وانت شوف اللي اعطاك رب العالمين من النعم احد الاخوه اصيب بجلطه خفيفه في في مخه وشويه ثقل ايده ورجله الح على الامام الرضا سلام الله عليه ان يعطيه الشفاء يقول عندما خرجت من عند الامام الرضا رايت امامي هو رجل دين يقول رجل دين على عربانه بيلتشر ما عنده رجل داي يركب الرجل الاصطناعيه لنفسه قلت الحمد لله انا شويه هسه رجلي ثقيله يمكن خلال فتره هم الطيب هذا ما عنده رجل شلون نعمه كبيره الله معطيني اقدر امشي اخطو الى الامام الرضا سلام الله عليه هذا الثواب العظيم احصده الكثير عاجز عن المشي. يقول بعد قليل ايضا كنت عندما خرجت من الحرم الامام رضا رايت شخص كان جاي من العراق زائر ايده مقطوعه. يقول الحمد لله قلت اشكرك يا رب على هذه النعمه نعمه اليد، هسه شويه ايدي ثقيله. ان تنظر الى من هو دونك اللي اسوأ منك شوفه مو اللي احسن منك. نصاب بالكابه والمشكلات النفسيه كذا طموحين ونتصور انه هناك الكل تقدم ونحن تاخرنا هسه ما عندك بعض الامور الدنيا دار المشاكل والامتحان والافتتان الاخره دار الراحه لا يستعجل الانسان هذه شرطه بعض الشروط شرطه كمال وتمام النصاب في الدعاء وقضاء الحاجة أن يبدأ باسم الرسول صلى الله عليه وآله وآله الطاهرين هذا أيضا شرط لتمام الحاجة فقد ورد في نهج البلاغة أنه لم يل الإمام أمير المؤمنين يقول كما في نهج البلاغة لم يلجئك إلى شفيع يشفع لك إليه الله لم يجبر أحدا إلى شفيع الله بابه مفتوح وهو يسمع ولكن اذا بدون شفاعه اهل البيت مو معلوم انه تصل الى النصاب لقضاء الحاجه ولكن عندما تبدا بالنبي واهل بيته الاطهار عليهم افضل الصلاه وازكى السلام وتختم بهم وتصلي عليهم فالله يجيب دعائك هذا بالنسبه الى شروط تمام الدعاء بعض الشروط لاصل الاستجابه يعني لولا بعض الشروط ماكو استجابه للدعاء او ماكو حتميه للاستجابه هذه الشروط شروط اساسيه في اي دعاء اذا واحد راعى الشروط الاساسيه الاجابه قطعيه يعني بما يريده مو الاجابه بدفع البلاء مو الاجابه في الاخره الاجابه بما يريده هذا تكون قطعيه هناك شرطان اساسيان الاجابه متوقفه عليهما لو راعى الانسان هذين الشرطين كان كما في الحديث الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم في الحديث القدسي كنت الله عز وجل يقول كنت لسانه الذي ينطق به إذا واحد لما يحكي كانما رب العالمين ده يحكي هذا الإجابة قطعية لما تطلب من الله شيئا الله كنت يقول كنت لسانه الذي ينطق به تقول للشيء أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون عبدي أطعني تكن مثلي أقول للشيء كن فيكون تقول للشيء كن فيكون هكذا بشرط بهذين الشرطين الشرط الأول أن يكون الدعاء مطابقا لمصلحة الإنسان ومتطابقا مع فطرته كثيرا ما واحد يدعو ما ليس بمصلحته ويخالف فطرته ويخالف قوانين الله في الكون هذا الدعاء ما يستجاب الصغير في البيت يؤذي فالام تقول له في حاله عصبيه عمت عينك مثلا او الله يذلك او كذا تموت ان شاء الله وهذا الدعاء ومن حرقه القلب ولكن هي الام ورا دقيقتين لو يصاب ابنها بذاك اللي ما دعت ترضى ما ترضى هذا الدعاء مو مطابق للمصلحه في الايه المباركه ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير يعني كما أنه يدعو للخير بعض الأحيان يدعو للشر لو واحد يدري ما عنده ولد ما عنده ولد ذكر ابن لو يدري لو الله رزق هذا الولد راح هذا الولد يجر للنار يطلب من الله أن يرزق بولد لا ما زال أو لا زال الزبير منا حتى شب ابنه عبد الله الزبير اللي في يوم السقيفه دافع عن امير المؤمنين ولكن باغواء ابنه عبد الله ماذا صار؟ انحرف وفي النار وهذا دعاء مو بمصلحه الانسان اذا الدعاء كان بمصلحه الانسان ومطابق لفطرته هذا دعاء متوفر على الشرط الاول ويستجاب. لذلك نرى أن الأوصياء والأنبياء والمعصومون والأئمة كانوا يرجحون اختيار الله عز وجل مع أن اختيارهم اختيار الله المعصوم إرادة إرادة الله ولكن لم يذكروا حاجة من حوائجهم النبي إبراهيم عليه السلام عندما كان يلقى في النار القضية معروفة أتاه جبرائيل ما الذي تريد قال حسبي من سؤالي علمه بحالي أيش اللي الله يختار انا ما اريد شيء الشيخ الصدوق رحمه الله يذكر هذه القضيه عن محمد بن عبد الله يقول انه محمد بن عبد الله قال يوسف اختار السجن فكان كما اختار ولكن النبي محمد الله تبرأ من الاختيار هذا الشيخ الصدوق ده يذكره تبرأ من الاختيار فالله عافاه من مرضه وقال النبي صلى الله عليه وآله يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك وتبرأ من الاختيار فالله عافاه من مرضه وبرأ منه من السقم وعوفي هكذا الانبياء والاوصياء هكذا يفعلون فدائما واحد لازم يكون يطلب ولكن ما يعرف المصلحه فيطلب ما فيه الخير صحيح اكو في الادعيه ان الله يحب العبد الملحاح اكو في روايات متعدده فسم حاجتك اذا دعوت فسم حاجتك نقول يعني الحاجه اللي تريدها فسم حاجتك كما في الروايه عن الامام الصادق عليه افضل الصلاه وازكى السلام شنو الجامع بين الدليلين أنه واحد يرضى بما قسمه الله ولكن يطلب الفاضل هذا صنع أهل البيت المعصومين الرزق مضمون ولكن أكو في بعض الأدلة اللي مثلا بين الطلوعين مينام هناك فضل وزيادة من الرزق الله يعطيه لهذا الفرد اللي مينام من قدم من العراق مشياً ان شاء الله خطوات في سجل حسناتكم من اتى من الكويت من السعوديه من لبنان ان شاء الله هذه زيارات مقبوله وترجعون بحوائج مقضيه يعني تيقنوا من ذلك ان حوائجكم مقضيه ببركه الصلاه على محمد وال محمد